عادت اليوم دفعة جديدة من الأهالي المهجرين إلى منازلهم عبر معبر ممر أبو الدهور بريف إدلب بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن إلى قراهم وبلداتهم في أرياف حما وحلب وإدلب. حالياً نحن عم نحدد منقدم اللقاحات بجميع أشكالها طبعاً، اللقاحات من عمر اليوم للخمس سنين طبعاً، بما يتضمن المتسربين وغير المتسربين اللي مو متابع لقاحاته ومو أخده بشكل كامل، نحن مكمل له يهون طبعاً. بالإضافة لهالشيء منتابع الأطفال اللي عندهم مشاكل اختلاجات من ناحية اللقاحات منكمل له يهون وكمان منعطي يهون، وطبعاً اللقاحات كلها أمنة ومتوفرة بشكل كامل كامل جداً جداً. أقول أخيو الحمد لله على السلامة لكل رفقاتنا اللي يجوا وجماعة كويسين وتأهلوا فينا أخيو ورحبوا فينا وأهلا وسهلا فيه والله يعطيهم العافية وبارك الله فيهم. والله الحمد لله ما في شيء، والوضع هادي والشباب معاملتنا كويسة كلهم، ما في أي شيء الحمد لله. والله حسيت بأمان وتطمن قلبي وماني خايف بشيء، والله ينطيهم العافية ويطول عمرهم إن شاء الله.